النهاردة يا جماعة عايزين نتكلم على موضوع مهم جدا شاغل بال ناس كتير وبنتساءل فيه كتير جدا جدا جدا، والحقيقة ما كنتش حابب اتكلم فيه قبل كده عشان محدش يزعل مني، لكن الحقيقة ابتدينا نشوف مشاكل كتير جدا حاصلة نتيجة الموضوع ده. الموضوع هو الدعامة داخل النسيج الكهفي ام خارج النسيج الكهفي، وفكرة الحفاظ على النسيج الكهفي. الاول بس قبل ما اتكلم انا عايز اقول اللي احنا هنقوله هنا في الحلقة دي لا ينتقص ابدا من شأن السادة الزملاء اللي ليهم وجهة نظر مغايرة، واحنا بنحترم وجهة نظرهم جدا جدا جدا، وهم مقامات علمية كبيرة ولهم مننا كل الاحترام والتقدير. واذا كنا احنا هنا بننقل وجهة نظر فدي مش وجهة نظر شخص او فرد، احنا بننقل وجهة النظر الطبية المحايدة اللي موجودة في الكتب، اللي موجودة في الجايد لاينز بتاعتنا، المراجع بتاعتنا، اللي اتذكرت في كل الابحاث الطبية الجديدة واللي اتذكرت في كل المؤتمرات الجديدة. واي حاجة هنقولها في الحلقة دي هتكون ان شاء الله مدعومة بمصادر هتلاقوها موجودة في اخر الفيديو تحت. فبرجاء لو في حد من الزملاء معترض على اي حاجة في مضمون هذه الحلقة يراجع لاول المصادر اللي موجودة تحت. وهنحاول قدر الامكان ان احنا ندعم الحلقة ببعض الفيديوهات وبعض الصور اللي توضح وجهة نظرنا وبراء خبراء اخرين برضو ونسمع رأيهم ايه في وجهة النظر دي. برضو بكرر وجهة نظرنا دي لا تنتقص أبدا من شأن السادة الأفاضل اللي هم وجهة نظر مغايرة، لهم مننا كل احترام وتقدير وقامات علمية كبيرة لها كل الاحترام والتقدير. السؤال، الدعامة جوه النسيج الكهفي ولا بره النسيج الكهفي؟ وهل أنا المفروض أحافظ على النسيج الكهفي ولا لا؟ في الأول يا جماعة في شوية نقط عايزها تبقى واضحة في ذهنكم. أول حاجة إن احنا هنا بنتكلم في طب، مش بس في الطب، ده فرع من أدق فروع الطب اللي هي الجراحة، والجراحة في عضو من أكثر أماكن الجسم حساسية اللي هو العضو الذكري. فهنا الموضوع لا يحتمل التجربة ولا يحتمل الخطأ ولا يحتمل أن أنا أصحى الصبح تطلع في دماغي فكرة فابتدي أروح جاي منفذها على المرضى بتوعي ومن غير ما اختبرها، من غير ما أدرسها، من غير ما أتأكد من فعاليتها، من غير ما أتأكد أن هي أفضل من الطريقة العادية اللي موجودة في الكتب، ومش كده وبس، وابتدي أنفذها على المرضى بتوعي من غير حتى ما أناقشهم ولا أخد موافقتهم ولا أستأذنهم، وكأني حولت المرضى بتوعي لفئران تجارب بجرب فيهم العمليات. فدي حاجة مش مقبولة أبدا إن الدكتور يصحى الصبح يقول يا جماعة أنا اكتشفت طريقة جديدة لعمل عملية الزايدة، أو أنا اكتشفت طريقة جديدة لعمل عملية المرارة، أو اكتشفت طريقة جديدة لعمل عملية الفتق، أو أي عملية. الحاجات دي ليها رولز وليها قواعد، والعمليات دي مشروحة بدقة متناهية في الكتب، وإحنا كجراحين ملتزمين بالخطوط العريضة دي وعلى كل الخطوات دي. ممكن الجراح يبقى ليه طريقة مختلفة في حاجة بسيطة، تعديل في حاجة بسيطة، خطوة معينة بيعملها بطريقة معينة، لكن في الأول وفي الآخر احنا محكومين بإطار معين للعمليات الجراحية. مش مقبول أبدا إن الجراح يصحى الصبح يقول يا جماعة أنا هعمل العملية الفلانية بالطريقة الجديدة، أنا الوحيد في العالم اللي بعملها. مفيش حاجة اسمها كده. إذا كنا احنا عشان نطور دواء اللي هو في الأول وفي الآخر مجرد عقار، أقصى حاجة هتحصل منه لو المريض خده هيك يحصل له شوية أعراض جانبية ويوقفهم، الدواء ده عشان يتطور ويبقى موجود في السوق بيمر بمراحل معقدة جدا، من أول الاختبارات المعملية، وبعد كده بنبتدي نجربه على الحيوانات، وبعد كده بنبتدي نجربه على ناس متطوعة، وبعد كده بنجربه على مرضى، وبيتعمل دراسة محايدة بيقيسوا العلاج دوت ويقارنوه بحاجة تانية اسمها البلاسيبو اللي هو دواء أو نفس شكل القرص بس ما فيهوش أي مادة فعالة، عشان نبتدي نشوف هنا فعالية الدواء دوت وآثاره الجانبية، وفي الآخر بياخد موافقات ويبتدي يبقى موجود في الأسواق. إذا كان ده عشان نطور علاج دوائي، ما بالكم بعملية جراحية؟ فالموضوع يا جماعة مش بالبساطة دي، مش إن أنا أصحى الصبح أفكر في طريقة جديدة لإجراء العملية وأقوم أنفذها. الموضوع لازم بيمر بخطوات كتيرة جدا جدا، وهنستعرضها قدامكم حالا على الشاشة. وهي باختصار
احنا بنقول ان الدكتور لو فعلا عنده وجهة نظر جديدة في طريقة جديدة لاجراء العملية بيبتدي يطرح ديت للمجتمع العلمي، بيبتدي يعملها في عدد قليل جدا من المرضى، وبيبتدي يطرحها في بحث علمي، ويبتدي المجتمع العلمي يشوف هل فعلا الطريقة دي مفيدة، هتفرق عن الطريقة الموجودة فعلا، ويبتدي يبحثها ويقارنها بالطرق اللي موجودة فعلا، وتبتدي العملية دي تتعمل على عدد أكبر من المرضى، ويتقارن المرضى دول بالمرضى اللي معمول لهم العملية بالطريقة الأولى على مدار فترة طويلة، شهر واتنين وسنة واتنين، وفي الآخر لو اكتشفنا أن الطريقة دي فعلا هتضيف للمريض بتبتدي تبقى موجودة في الجايد لاينز بتاعتنا، المراجع الطبية بتاعتنا، وموجودة في الكتب، ونبتدي تتدرس ونبتدي نتعامل بيها لأن هي طريقة فعلا لإجراء العملية. لكن مش ممكن أبدا ومش مقبول إن دكتور يطلع على اليوتيوب ويقول يا جماعة أنا عملت عملية جديدة، ومش بس عملت، لا ده أنا نفذتها على المرضى بتوعي كمان، بدون أي دراسة، بدون ما يبحثها كويس، بدون ما يقارنها بالطريقة العادية ويشوف هل فعلا هي أحسن ولا لا. السؤال هنا، أنت منين عرفت إن الطريقة دي أحسن وأفضل؟ يا جماعة العملية اللي موصوفة في الكتاب دي مش واحد اللي كتبها، دي نتيجة أبحاث اتعملت على آلاف المرضى وفي عشرات الجامعات عشان نوصل للنتيجة دي، وأي تطوير في خطوة ولو بسيطة في العملية لازم يدرس كويس جدا. فحضرتك جيت الصبح فكرت في طريقة جديدة العملية ونفذتها فعلا، طيب حضرتك درست الخطوة دي كويس، تأكدت إن هي مش هتضر المريض بتاعك مش بس دلوقتي، كمان سنة وكمان 10 سنين. طب افرض حضرتك بعد سنة أو سنتين اكتشفت إن أنت كنت مخطئ، هنجيب المرضى دول نصلح لهم العملية إزاي؟ في العلاج احنا ممكن نلحق المريض، لكن في الجراحة لو خطوة تمت غلط هتسبب كارثة ومش هنقدر نرجع في كلامنا تاني، وده اللي احنا ابتدينا نشوفه دلوقتي. بقينا بنشوف مرضى كتير بيجونا بيعانوا نتيجة ان العملية تمت بهذه التقنية، بهذه الفكرة، فكرة ان انا احط الدعامة بره النسيج الكهفي، وفكرة ان انا احافظ على النسيج الكهفي. فبيجي المريض يشتكي بالآتي، ان العضو كش، العضو صغر، الدعامة بتلف، ما عنديش انتصاب كويس، الدعامة بتتنى مني، مش قادر أقيم علاقة، وفي حين إن الوضع كان كويس بعد العملية بشهر أو بشهرين لكن الوضع اختلف دلوقتي، وبعد شوية الدعامة فعلا بتتكسر. ده بقى اللي بيحصل للمرضى اللي تمت لهم العملية بالطريقة دي، وأنا متأكد إن حضراتكم ابتدى يرجعوا لكم المرضى بتوعكم بهذه الشكوى. فيا جماعة ياريت نعيد حساباتنا تاني ونفكر تاني قبل ما نطرح فكرة، ومش بس كده ونسوقها ونلح فيها ونكررها لدرجة ان احنا نقنع المرضى بيها. وبقى السؤال الشهير لكل مريض جاي يعمل عملية الدعامة، يا دكتور انت هتحطها لي جوه النسيج الكافي ولا بره النسيج الكافي، ويا دكتور انت هتحافظ لي على النسيج الكافي ولا لا. فيا جماعة احنا كده بنظلم المريض وبنعمل له عملية مش موجودة في الكتب بطريقة مغايرة، وبنوهمه ان ده الصح او ده الجديد وده مش حقيقي. احنا يا جماعة الطب ما بيمشيش بالطريقة دي، ما بيمشيش بوجهات النظر، ما بيمشيش بالآراء الفردية. احنا في عندنا حاجات بتحكم الطب، احنا كلنا او العالم كله ماشي دلوقتي بحاجة اسمها evidence based medicine او الطب المبني على الدليل. فانا مش مسموح لي ان انا اكتب قرص برشام او اقول وصفة طبية او اقول اي نصيحة للمريض الا لما تكون موجودة في الجايد لاينز في المراجع الطبية بتاعتنا، ومش بس كده ويكون ليها grade of recommendation يعني العالم كله بيرشحها أو متفقين عليها. فما بالكم بتدخل جراحي، ما بالكم بعملية جراحية، لازم يكون العالم متفق على طريقة موحدة لإجراء العمليات، مش كل دكتور يعمل عملية بطريقته. فنصيحة بقولها للمرضى، لما تروح لدكتور ويقولك أنا هعمل لك العملية بالطريقة اللي موجودة في الكتاب، ودكتور تاني يقولك أنا هعمل لك العملية بطريقة أنا اللي مخترعها، رجاء أنا اختار الدكتور اللي هيعمل لك العملية اللي موجودة في الكتاب، إن العملية اللي موجودة في الكتاب دي مش واحد اللي كاتبها، دي آراء آلاف الأطباء والعلماء على مستوى العالم على مدار عشرات السنين وتجربت على ملايين المرضى. زي بالظبط لما تروح لدكتور ويقول لك أنا هكتب لك علاج موجود في الصيدلية ولا دواء تاني أنا عامله في البيت، أكيد حضرتك هتختار العلاج اللي موجود في الصيدلية. فيا صديق المريض لما تروح لدكتور ويقول لك أنا هعمل لك عملية أنا اللي مخترعها، أقول له لو سمحت اعمل لي العملية اللي موجودة في الكتاب.
ترجمة